ترجي جرجيسي طالب لجنة التعيينات بالجامعة التونسية لكرة القدم بعدم تعيين بعض الحكام. التفاصيل تجينا من عند المنسق العام الفريق الأكابر حمزة لشيقر. عملنا مراسلة للمكتب الجامعي لجنة التعيينات بصفة خاصة، حطينا فيها أسامي ثلاث حكام اللي هم السيد سليم بالخواص والسيد صدق السلمي والسيد مختار بودابوز لعدم تعيينهم لتحكيم مباراتنا مع النادي الإفريقي. بالنسبة للحكم الصدق السلمي، الحكم هذا في الفترة الأخيرة تم وأصبح حكم دولي، أدار مباراة اتحاد بن قردان والملعب الجيبسي، كان عنده برشا معناتها لو من احباء الملعب الجيبسي. احنا لحمايه الحكم وحمايه زوج فرق حبينا ما يتعينش مباراتنا مع النادي الافريقي. بالنسبه للسيد سليم بالخواص حكمنا مباراتنا مع نادي حرم ناف، والسيد مختار بودابوس عندنا معاه ذكرى سيئه للغايه، مباراه الدرجه الريسي وجمعيه جربه في الدرجه الثانيه، قام بعديد الاخطاء منها ضربه جزاء خياليه لجمعيه جربه، اقصى المهاجم فريقنا، اقصى المدرب، اقصى رئيس الجمعيه، والوقت ما حكمناش. احنا باش نحميو المباراه وباش نحاولوا نشفي المباراه كي سواء رياضيا والا تنظيميا، تفادينا للتاويلات طلبنا بكل لطف من اتحاد الكوره ولجنه التعيينات عدم تعيين الثلاثي هذا اللي حكمونا قبل وان شاء الله يحكمونا في مباراه اخرى، لكن ماذا بينا نبعدوا على التاويلات الكل ما يعينوا هم نشفي مباراه نادي الفريق. احنا نحبوا نشفي المباراه هذه. شفت عم نول في المباراه الاخيره من النادي الافريقي تم ضربه جزاء، واحد يقول ضربه جزاء واحد يقول ضربه جزاء، علاش ناخذكم في البوليميك؟ احنا في الفتره هذه حطوا حكم ينجح المباراه، ينجم نغلو دي بون، لكن فور ايفيتي لي بروبليم الكل ويطرق هذه لوجو معناتها في حكم ينجح المباراه هذه.